أطلق دكتور إبراهيم أبو العيش في ضوء رؤيته نحو تحقيق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع والأرض ككل، أطلق مبادرته لزراعة الأرض البور الصحراوية الساخنة، وهو بذلك ضخ نبضاً جديداً للحياة الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والمجتمعية لإيجاد مجتمع تنمية مستدامة في مصر، أطلق عليه اسم سيكم، وهو ما يعني في اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة الحيوية. Even from the very beginning. من البداية سيكم كانت بتستهدف للتنمية المستدامة من خلال الزراعة الأورجانيك، إنتاج الأغذية الأورجانيك، التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية. سيكم دايماً كانت بتستهدف للتنمية الشاملة. بدأت المبادرة لتعمل ولا تزال تعمل على تحويل الصحراء إلى أرض خصبة، وعلى استعادة صحة الأرض والتنوع البيولوجي والحفاظ عليها عن طريق الوسائل الزراعية البيوديناميكية. الزراعة الحيوية، إن إدارة استخدام المياه وحماية التنوع البيئي واتباع دورة المحاصيل ومقاومة الآفات بشكل بيولوجي، كل هذه الطرق تضمن إنتاج محاصيل ذات جودة عالية. الزراعة الحديثة تمثل القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها الزراعة الناجحة، وتقوم سيكم بالزراعة على أساس إيكولوجي يهدف إلى زيادة الإنتاجية. ويعد الاستمرار في تحسين خصوبة التربة ذا أهمية خاصة، ويتحقق من خلال الكومبوست المستمد من مواد حيوية. وتقوم المعامل المتطورة بمراقبة جودة الكومبوست. ولضمان جودة ونقاء نوعية المحاصيل، يتم إنتاج البذور والشتلات الحيوية بمزرعة سيكم الرئيسية، حيث تستخدم التقنيات الحديثة لتطعيم النباتات، والتي تساهم في زيادة إنتاجية الشتلات وتحقيق أفضل مناعة ضد أمراض التربة وتكيفها مع الظروف المناخية المختلفة. كما أن الأساليب الحديثة تشمل تربية المفترسات لمكافحة الآفات بشكل طبيعي، واستخدام الكائنات الدقيقة في تنقية المياه. ويعد تطوير سيكم لأساليب زراعة القطن الحيوي في عام 1992 ميلادياً ثورة حقيقية في صالح مصر. والواقع أن هذا الأسلوب المنهجي كان مقنعاً للغاية، إذ جعل الحكومة المصرية منذ ذلك الوقت تتوقف عن رش المساحات المزروعة بالقطن بحوالي 35 ألف طن من المبيدات في العام الواحد كانت ترش عن طريق الجو. واليوم هناك ما يقرب من 850 مزارع هم أعضاء الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، والتي تقوم بإرشادهم، بالإضافة لعملها على تشجيع الزراعة الحيوية في مصر على أساس علمي. وفي السنوات الأخيرة توجهت سيكم إلى تخصيب مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية في مصر. سيكون تخصيب الأراضي وضمان الزراعة المستديمة أمراً حتمياً لضمان مستقبل الأمن الغذائي. تمتلك سيكم اليوم مجموعة من الشركات الناجحة تنتج الأغذية الحيوية والتوابل والأعشاب والمنسوجات المصنعة من القطن الحيوي والأدوية المستخرجة من النباتات الطبيعية، ويتم تسويقها عالمياً ومحلياً من خلال سلسلة توريد منظمة من المزارعين حتى المستهلك النهائي. تقوم على الثقة والشفافية والتسعير العادل، وهو ما يسمى باقتصاد المحبة. اقتصاد المحبة يعني أن كل واحد في سلسلة القيمة المضافة بياخد جزء عادل من المكسب، تكفي احتياجاته، احتياجات عيلته، واحتياجات المجتمع بتاعه. اقتصاد المحبة النهاردة معروف في العالم كله تحت اسم وعلامة فير تريد. أي منتج بهذا العلامة بيضمن لكل شريك في سلسلة القيمة المضافة نسبة عادلة من المكسب. لوتس هي شركة لتصنيع كافة أنواع الأعشاب الطبية
والتوابل المنتجة من نباتات مزروعة بأسلوب الزراعة الحيوية. تتبع شركة أتوس فارما في إنتاج المستحضرات الطبية النباتية الأساليب والمعايير العلمية الدقيقة، وتستخدم الشركة في إنتاج الأدوية الطبيعية مواد خام حيوية تخضع لمواصفات الجودة العالمية. ومنتجات شركة أتوس فارما تساعد الجسم على تنشيط وظائفه بشكل صحي دون أي أثار جانبية. تنتج شركة إيزيس الخضروات والفواكه الطازجة والشاي والأعشاب ومجموعة كبيرة من المنتجات الحيوية، والتي تضمن أسلوب حياة صحي للأعداد المتزايدة من المستهلكين. والتي يتم أيضاً تصديرها وتوزيعها في مصر عن طريق سلسلة متاجر أورجانيك مور، والتي تعرض منتجات سيكم جنباً إلى جنب مع مجموعة أخرى متنوعة من الماركات الحيوية عالية الجودة. يتم تحويل القطن الحيوي بعد حصاده ومن خلال معالجته بعناية تامة بما لا يضر البيئة إلى أقمشة صحية مريحة تسمح للجسد بالتنفس. وقد تخصصت شركة نيتشرتكس في إنتاج الملابس الصالحة لحديثي الولادة والأطفال، وهي تتميز بعلامات تجارية متنوعة ويتم توزيعها في السوق المحلية والعالمية. تتعاون مجموعة شركات سيكم مع مشروعات مماثلة للمنتجات الحيوية والتجارة العادلة. يجتمع العاملون في مجموعة سيكم من المزارعين مع المديرين يومياً في حلقات كتعبير رمزي عن روح المساواة التي تجمع بينهم وشمول الرؤية الجماعية. إن شبكة مجموعة سيكم النابضة بالحياة تحتاج كأي كائن عضوي حي إلى أعضاء قادرة على أداء وظائفها، وذلك مثل المؤسسات الاجتماعية التي تؤمن الحقوق في مقابل أداء الواجبات، وهي تنظيمات ترثي قواعد لضمان تحقيق المساواة. ويسير النمو الاقتصادي في سيكم مع دعم المبادرات الثقافية الحديثة يداً في يد. والحقيقة أن الأساس الذي تقوم عليه مجموعة سيكم يعبر عن الفهم الحديث للمجتمع الحي، وذلك وفقاً لأسس الثلاثة، وهي الاقتصاد والحضارة وحقوق الإنسان. والحق أن مؤسسة سيكم للتنمية هي التي تتحمل مسؤولية الإنفاق العام على العديد من الأنشطة الاجتماعية مثل التعلم والصحة والبحث العلمي. وعن طريق التعلم المهني المستمر والمشاركة في دورات تدريبية في تخصصات فنية مختلفة، يتيسر لجميع العاملين إمكانية تطوير أنفسهم مهنياً وإنسانياً. والحقيقة أن الجيل الأحدث سناً هو الذي يمثل مستقبل مبادرات سيكم، وهذا الجيل الناشئ يتدرب في دور حضانة سيكم من خلال اللعب الإبداعي الحر. وتتضمن مشروعات التطوير المتكامل في سيكم جوانب الرعاية الصحية للأطفال والكبار وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يتم إدماجهم في الأعمال الزراعية والنهوض بمستويات أدائهم وفقاً لقدراتهم. وأطفال الكاموميل هم أولئك الذين تضطرهم أوضاعهم الاجتماعية إلى عدم الالتحاق بالمدارس، وهؤلاء يشاركون في برنامج خاص، وفي الوقت نفسه يقضون نصف اليوم في أداء بعض الأعمال البسيطة في المزرعة، ثم يتلقون التعليم في الوقت المتبقي من اليوم، وهو تعليم يلبي احتياجاتهم ويمكنهم من إنهاء التعليم المدرسي وتدريبهم على التخصص في مهن مختلفة. إن أي كيان اجتماعي حي
يحتاج إلى بيئة صحية كما يحتاج إلى ناس أصحاء. واليوم يرعى مركز سيكم الطبي العاملين فيه، كما يقدم سنوياً خدماته الصحية لما يقرب من 40,000 نسمة من سكان المناطق المحيطة بسيكم. ويتولى العمل في هذا المركز أطباء متخصصون يعملون باستخدام أحدث أساليب التشخيص والعلاج، ويوفرون للمرضى الأدوية التي تنتجها سيكم والمستخلصة من النباتات والأعشاب الطبية. تقوم أكاديمية هليوبلس للفنون والعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع بعض المنظمات المحلية والدولية بالبحث العلمي في ميادين الفن والطب والصيدلة والزراعة الحيوية والاقتصاد والعلوم الاجتماعية والتكنولوجية. قام أصدقاء سيكم في ألمانيا والنمسا وهولندا والدول الإسكندنافية وسويسرا، وتعتبر هذه الجمعيات أن مهمتها تتمثل في جمع الفكرة التي تقوم عليها سيكم نموذجاً يحتذى به للتعاون السلمي بين الحضارات والثقافات المختلفة في أوروبا. حصل دكتور إبراهيم أبو العيش في عام 2003 على جائزة نوبل البديلة، وذلك تقديراً لمشروعه النموذجي في القرن 21. وفي عام 2004 كرمت مؤسسة شواب الدكتور إبراهيم أبو العيش وأعدته من أهم رجال الأعمال اهتماماً بالمجتمع، وهي مؤسسة تابعة لمنظمة التجارة العالمية في دافوس. وقد أهدت جامعة الطب والجامعة الفنية بمدينة جراتس بالنمسا دكتور إبراهيم أبو العيش الدكتوراه الفخرية، وقد نال أيضاً العديد من الأوسمة من الجامعات المصرية. I'm very grateful. أشكر الله أن وفقني في تحقيق فكرة سيكم، كما أشكر كل الزملاء والأصدقاء الذين عاونوني. أملي الآن أن أساعد الشباب ليطوروا أنفسهم في جامعة هليوبوليس، حتى يستطيعوا حمل فكرة التنمية المستديمة، هذه النظرة الشاملة للكون، ويصبحوا رواد التغيير في العالم حولهم. احنا عايزين نثبت للعالم كله ان التنمية الشاملة والتنمية المستدامة من خلال استثمارنا في كل انسان في سيكم، ومن خلال تطبيقنا لكل محاور التنمية المستدامة، بتزيد القدرة التنافسية بتاعنا وبتخلينا نعرف ننافس كل شركة في العالم. سيكم إذن مثل للميزة التنافسية من خلال التنمية المستدامة في مصر، المنطقة والعالم كله.